الاتحاد الإيراني لكرة القدم: سنقدم تذكرة احتجاج لدى الفيفا على تسمية خليج 25 في البصرة بكأس الخليج العربي، حيث أنه معروف تاريخياً بخليج فارس. أحمد الرواس: العراق بطل لنسخة خليجي 25 في البصرة، وأنا على يقين من تتويجهم باللقب. عماد محمد: كنا نتمنى أن نكون لاعبين وسط هذا الحضور الجماهيري الرائع في افتتاح النسخة 25 من كأس الخليج. جاسع رميحي: أمين عام اتحاد كأس الخليج يهني الشعب العراقي واتحاد كرة القدم العراقي على نجاح افتتاح خليج 25 في البصرة. ضرغام إسماعيل: هناك فرق بين أن تأتي إلى الملعب كمشاهد وبين الحضور كمشجع. نحن نريد من الجماهير العراقية التشجيع في الملعب. الدكتور موسى عباس محلل قنوات أبوظبي الرياضية: العراق وبعد غياب 43 عام عن تنظيم البطولة تعاد وقدم لنا رسالة تاريخية من خلال حفل الافتتاح. لقد أوصل رسالة إلى العالم بأن العراق حضارة. عماد محمد صرح قائلا: بعد عدم دخوله إلى الملعب وبعد الاعتراض عليه من قبل إدارة التنظيم لعدم حمله بطاقة التذكير، اضطر إلى اللجوء إلى الحركة السياسية. وقال سيد مقتدى: بمجرد تغريده نعتبره حاضرا في الملعب.